بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، اختتم النادي بعد ظهر اليوم موسم السباقات للأعوام 2019-2018 بتنظيم السباق 26 والأخير لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة وكؤوس أنجال سموه سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وكأس مجموعة زيد بن ذيب الكبرى للصناعات والتجارة وكأس الملاك وكأس اسطبل الروضة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس سموه إلى عبد الله فوزي ناس، فيما قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس الملاك إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، كما قام سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم جائزتين إلى المضمر ألان سميث والفارس جيرالد موس لصدارتهما قائمة المضمرين والفرسان لهذا الموسم، فيما قام سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس سموه إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، فيما قام سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس سموه إلى المضمر الفائز فوزي ناس، فيما قدم الشيخ سلمان بن راشد بن محمد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل كأس الروضة إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، فيما قدم السيد زيد بن ذيب الكبرى الدوسري رئيس مجموعة زيد بن ذيب الكبرى للصناعة والتجارة بتقديم كأس المجموعة إلى المضمر الفائز أسامة هاشم، فيما تسلم سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة هدية تذكارية من زيد الكبرى بمناسبة فوز مهر سموه سكاردو بأحد سباقات الخيل بمضمار نيو ماركت البريطاني.